وهما يومين اتنين تاخدي بنتك وتسيبي البيت. اصل وحشني. اهلا واضح محمد علاء. بشتغل لحد دلوقتي كرة قدم. حتى في بلاي ستيشن برضه. فيفا. أنا بسمع أحمد منيب وأنا بلعب سنوكر. إن أحلامي ما تتحققش. بلعب جيتار. معاك اصحاب بقى يعني. انا قلت لواحد اللي انا في اسكندريه قلت له تعالى بسرعه احنا هناك، وهو راح واحنا في القاهره اصلا، فدي كانت صعبه قوي، كان مقلب وحش يعني. بسمع مزيكا وبلعب جيتار. يوم ولادة عبد الله ابني.